خليل من السويد يعني كان يتحدث عن النقد الذاتي، هكذا فهمت منه، أنه عندما تجاسر أحدهم على سيدة نساء العالمين، وأظنه يتصور بلا سماح إيه؟ سماحة المرجع السيد محمد حسين فضل الله، هكذا هو يقول، لم نسمع لكم رأي في ذلك. رأي لي؟ نعم. لا، في وقتها عندي كانت محاضرات بيّنت الحقيقة التاريخية ما هي، ولكن إذا كنت تتوقع أنه أيضا أدخل في أسلوب إيجاد الشحن واتهام الآخر وتسقيط الآخر وأنه ضال وأنه خارج عن المذهب، لا عزيزي، هذا ليس أسلوبي وليس منهجي. أن ما يتحدثون به من الضلال أن نقول بأن النبي نصب عليا بأمر من الله خليفة، لأن أنا أعتقد هذا، فكونهم فلان مضل يعني هذا ضلال، أو الاعتقاد بإمامة الأئمة الاثنى عشر، أو الاعتقاد بالعصمة عصمة الأنبياء، يعني الضلال الذي يحكي به شيخ جواد التبريزي وشيخ الوحيد، هذا هو الضلال، لأن هذا كله موجود بكتبي أنا. ما أثير من مراجع لم يقرأوا كتبي، ومن لأنهم استمعوا جماعتهم، أو من مشايخ أو من ناس، مشكلة كل هؤلاء أنهم لم يقرأوا كتبي ولم يسمعوا خطب، مشكلة كل هؤلاء أنهم لم يقرأوا كتبي ولم يسمعوا خطب. مش اقرأ للآخر حتى لا يعارض، حتى لا يناقش، حتى لا يرفض فكرك، اقرأ له. نظر فقهي نفر میده نظر شاذی، خیلی خوب قبول ندارید، فرضی نظریه پردازی تشکیل بشه و مباحثه بشه، 5 نفر 10 نفر فاضل بیان نظر فقهی رو رد کنن با استدلال، اشکال نداره. نظر فلسفی داده میشه همینجور، نظر معارفی و کلامی داده میشه همینجور، در مجلات در نوشته ها گفته بشه یه حرف فقهی یه نفر میزنه، یه نفر رساله بنویسه در رد، کسی او رو قبول نداره رساله در رد او بنویسه، بنویسن اشکال نداره، با هم بحث علمی بکنن. مسئله تکفیر و رمی و این حرفا رو بایستی از حوزه برانداخت، اونم در داخل حوزه نسبت به علمای برجسته و بزرگ، یک گوشه از حرفشون با نظر بنده حقیر مخالف بنده دهن باز کنم رحم کنم، نمیشه این. سماحة المرجع السيد محمد حسين فضل الله، هكذا هو يقول، لم نسمع لكم رأي في ذلك. رأي لي؟ نعم. لا، في وقتها عندي كانت محاضرات بيّنت الحقيقة التاريخية ما هي، ولكن إذا كنت تتوقع أنه أيضا أدخل في أسلوب إيجاد الشحن واتهام الآخر وتسقيط الآخر وأنه ضال وأنه خارج عن المذهب، لا عزيزي، هذا ليس أسلوبي وليس منهجي، التفتوا، ولكنه ارجع إلى ذاك الوقت تجدني وقفت وتكلمت بشكل واضح وصريح أن هذه ظلامة الزهراء وهذه أدلة تلك الحقيقة، فمن شاء فليقبل هذا الاتجاه أو يقبل ذاك الاتجاه. أما إذا كنت تتوقع مني الأسلوب الآخر، لا، أنا لا أوافق على، أنا لا أوافق على ذلك الأسلوب عزيزي في أي مورد كان، حتى من يخالفني على مستوى العقيدة أيضا، أنا لا أسمح لي الأسلوب الاستفزازي أو الأسلوب الاستهزائي بالآخر.